المفروض النهاردة اليوم بتاعنا هنتكلم عن حاجة اسمها الموسيقى العفوية. طب معلش قبل ما نخش الحتة ديت، احنا النهاردة دي هتبقى ثالث حفلة في البرنامج بتاعنا، البرنامج بتاعي على الموسيقى المصرية، الموسيقى الكلاسيكية المصرية المعاصرة. النهاردة هتبقى ثالث حفلة، أيوة ثالث كونسرت. والحفلة الأولانية كان الموضوع بتاع الحفلة والنقاش كان تنشن ريليس، التوتر والاسترخاء. الندوة الثانية كان الموضوع بتاعها هارمونيك أجريجيتس فيرسس تشيرشل هارموني. والنهارده إن شاء الله الموضوع بتاعنا هيكون الموسيقى العفوية، الموسيقى يعني الموسيقى العفوية في مقابل الموسيقى المحددة اللي مكتوبة كل شيء في مكان. ضيفنا النهارده المهندس الموسيقي محمد سعد باشا، فالعمل بتاعه هو العمل اللي هنحكي بيه الحفلة إن شاء الله. لا بس لا، هو مش ضيفنا. هو مش ضيفنا لان هو من المجموعه الاساسيه المؤلفين. هو ضيفنا النهارده، لا فعلا احنا عندنا ضيف، وضيفنا النهارده هو الموسيقي محمد حمدي. طبعا هو يبقى دلوقتي لسه ما دخلش، فهو ضيفنا النهارده فعلا، عندنا ضيف بس هو دكتور محمد حمدي هو ضيف عندنا النهارده ان شاء الله. لكن العمل الاساسي بتاع الحفله اللي هو مكتوب خصيصا للبروجرام النهارده هو العمل بتاع محمد سعد بعنوان استنزاف. دلوقتي كان شويه عفويه، وبعدين بعد ما خلصنا كلامنا طب ما نبتدي الاول، نبتدي نتكلم بالموسيقى المحدده عشان نعرف احنا بنقارن بايه. طيب، في حاجه اسمها الموسيقى العفويه وحاجه اسمها الموسيقى المحدده. Aleatoric music in English or chance music? All right. Okay. يعني ايه موسيقى عفوية بالبلدي كده هو يعني بيسموها ايه؟ قلنا كتير موسيقى محددة الأول. ما هو عشان نفرق بين، لا ما احنا نقول موسيقى محددة ايه شكلها عشان نعرف نقول بعد كده ايه اللي حصل. طيب، الموسيقى المحددة هو إن في مؤلف موسيقي بيكتب مدونة موسيقية هتكون مثلا لأكثر من آلة أو لأوركسترا، وبيكتب كل التفاصيل من ألف إلى ياء بمنتهى الدقة، وعلى العازفين كل عازف قدام النوتة بتاعته كده هو بيعزف النوت بتاعته أو المخلفات بتاعته أو الدور بتاعه بالظبط زي ما هو مكتوب زي ما المؤلف بيحدده، وبتبقى النتيجة كلها إن كل الأوركسترا مع بعض بيطلع صوت متكامل كده اللي هو إيه، بيبقى موجود في المؤلفة الموسيقية بتاعت المايسترو اللي قاعد بيقول الأوركسترا اللي هو المؤلف الموسيقي بيكتبها، فما بيبقاش في أي فرصة إن الموسيقى تتغير. يعني العمل لو اتعمل النهارده هنا هو، لو اتعمل بعد اسبوع في امريكا، لو اتعمل من 200 سنه في فرنسا، كل مره بيتسمع زي ما هو، مفيش اي اختلاف بيحصل في خالص. دي اسمها موسيقى محدده. دي في انواع ثانيه من الموسيقى بتبقى مش محدده، زي مثلا ايه الارتجال في الموسيقى مثلا، زي مثلا الموسيقى العفويه اللي هنتكلم عنها النهارده. فالموسيقى المحدده دي بتبقى المؤلف في الموسيقى هو المسؤول عنها من البدايه الى النهايه، والعازف او المايسترو بيكون عنده حريه هو التعبير ويوضع الحاله الفنيه لهذه الموسيقى، لكن ما يقدرش يغير في الموسيقى اي شيء خالص. واهم حاجه بيميز الموسيقى المحدده دي هي انك مهما تعزف في اي مكان في اي وقت بتسمع زي ما هي. يعني حاجه كده غير قابله للتغيير وغير قابله للفك، هي كده اهوت ما تتغيرش خالص. زي اللوحه كده اللي سامع مثلا للتبنوار من 150 سنه، النهارده هي بتاعتك ما تتغيرش. والنوع من الموسيقى ده موجود بنسميه هو مثلا الموسيقى الكلاسيكيه الغربيه، كلها مبنيه على ده، ان بتبقى الحاجه متحدده ومفيش نقاش او محاوله للتغيير. دي طبعا ليها معاني كتير جدا عن ثقافه الشعوب. يعني ايه ان انا بعمل حاجه غير قابله للتغيير؟ هل دوت تحجر فكري او هو مرونه فكريه او هو يعني في كلام كتير ممكن يتقال فيها. فدي الموسيقى المحدده. تحب تضيف حاجه؟ يعني هو ما اعرفش، اتكلمت عن العناصر. العناصر المكونه منها الموسيقى، عشان في عناصر بتتكون منها اي عمل فني موسيقي بيتكون ليه عناصر معينه، اللي هو النوتس، النغمات، الريذم، الايقاع، الطبقه الجستشر، الداينامكس، اكسبريشنز،
التلوين الصوتي كمان التيمبو السرعه وايه تاني التلوين الصوتي والتيمبو عامه يعني اللي هو الالوان الصوتيه فالعناصر ديت عناصر محدده موجوده في اي عمل موسيقي من اول ما الموسيقى بدات يعني احنا لو قلنا رافلي تقريبيا الموسيقى اللي هي بنقدر نسميها شبه كلاسيكيه يعني هنقول رينيسانس فيما فوق لغايه دلوقتي يعني ده الجزء اللي احنا بنتكلم عليه فاي عمل موسيقي مكون من العناصر ديت في الموسيقى الكلاسيكيه مثلا قلنا القرن الثامن عشر والتاسع عشر العناصر ديت محدده دايما المؤلف بيكتبها ما بيحصلهاش اي تغيير الطبقه هي مش هتتغير الطبقه اي نعم هنلاقي اعمال مصوره من اله لاله لكن الطبقه الصوتيه هي النغمات ما بيحصلش تغيير التيمبو ثابت مع ان في ابحاث بتقول ان التيمبو اتغير من الفتره الكلاسيكيه الى الان يعني مثلا يقول لك ان الفالس زمان كان بطيء ابطا بكتير من الفالس بتاع الوقت ده والوقت اللي احنا فيه في دراسات بتقول في علم النفس يعني عامه بتقول ان في اتجاه ناحيه ان احنا كل حاجه نسرعها لان العصر هو نفسه بقى الريتم بتاعه سريع بس بغض النظر عن الحته الصغيره ديت فالتيمبو يعتبر ثابت لو كان تشيركي 60 النوار تقريبا 60 بالمترونوم هيفضل برضو تقريبا 60 بالمترونوم ده احنا بنأمن ان هو فضل زي ما هو ما اتغيرش يعني. النغمات طبعا ثابته ما بيحصلهاش اي تغيير في اي عمل فني فموتسارت هيفضل موتسارت مش هيبقى حد تاني الا لو طبعا العازف مش قد كده اهوت فهيبقى حاجه تانيه. الاكسبريشن هي الحاجه الوحيده فيها شيء من الحريه في الابداع الى حد ما وخاصه في فتره الباروك موسيقى الباروك كان ما بيتكتبش الديناميكس والاكسبريشن عليها وكان بيبقى العازف على قد يعني متعارف عليه متعارف عليه وعشان كده بنلاقي فيه عازفين متخصصين في الباروك بيعزفوا الحاجه تمام يعني زي ما كانت المفروض ان هي موجوده في فتره الباروك وطبعا دوت اللي خلانا دلوقتي عندنا الاوركسترات اللي هي بتستخدم الالات القديمه عشان تطلع موسيقى الباروك زي ما كانت في الفتره اللي موجوده فيها قبل كده anyway فالعناصر ثابته الى حد ما في حاجات كانت متغيره برضه في الفتره اللي قبل كده زي الاجزاء اللي بتتكتب ريستاتيفو فبنلاقي مثلا في الاوبرات في جزء ريستاتيفو بيبقى المصاحب وغالبا بيبقى التر هاربستورد او سو هو بيمشي مع المغني في التغييرات بتاعته فهنا الايقاع فيه حريه شويه طبعا في معروفه طبعا الكادنس في اي كونشيرت فيها نوع من الحريه الكبيره وكل عازف ماهر بيكتب الكادنس بتاعته طبعا ده معروف لكن غير كده الاجزاء الاساسيه موجوده زي ما هي ما اتغيرتش بس يعني عشان بس نرجع هيبقى حاجه زي مرجع لينا ان احنا نتكلم عليه بعد كده اهوت في الفتره الكلاسيكيه برضو كان في حاجه اسمها موسيقى الزهر دايس ميوزك وموسيقى الزهر دي يعني هم مختلفين عليها اذا كان موتسارت هو كان يعني في موتسارت عنده حاجه اسمها دايس ميوزك مختلفين هل موتسارت فعلا كان قاصد ان هو يعملها ولا لا اللي هو لو افتراضا ان الموسيقى مكتوبه من مكعبات جنب بعضها افتراضا يعني اللي هي الموازير أجزاء. الموازير جنب بعضها فعن طريق رمي الزهر بيطلع لنا يطلع سيكونس ترتيب من التتابع رقمي بناء عليها تترتب الموازير ديت وهيطلع يعني حاجه مختلفه بس الاختلاف هنا هو ما بين فكره الموسيقى الزهر اللي كانت موجوده في موتسارت وقبل منه واللي بيحصل دلوقتي ان الفورمولا الصيغه بتاعت كتابه اللحن الكلاسيكي تعتبر او معروفه يعني الجمله الكلاسيكيه مفهومه بمعنى ان هي عامله زي جمله الكلام الخطاب فهم عندهم بيقسموا الجمله الى مقاطع والمقاطع ديت الاول بتاعها ثابت اللي هو بدايه الجمله ونهايه الجمله ثابت لكن اللي في النص دوت متحرك ممكن يحصل فيه تبادلات بمعنى اللي هي مثال يعني سيل شويه نايف
لو قلنا مثلا عمرو يعزف البيانو احمد يلعب الكره فنرمي الظهر فيبقى ممكن يبقى عمرو يلعب الكره واحمد يعزف البيانو اللي هو الجزء اللي في النص اتغير حسب رميه الظهر عمرو يعزف الكره بالظبط مثلا يعني تبقى حاجه كده هو فهي جمله كلاسيكيه ممكن يحصل فالجمله الكلاسيكيه فيها شكل ثابت ممكن الجزء اللي في النص فيه مع غير البدايه والنهايه اللي هي القفله ممكن يتغير يحصل اعاده ترتيب وتطلع برضو زي ما هي اتفضل لو قلنا مثلا بقى ايه بقى الموسيقى العفويه او الشانس ميوزك دي زي ما قلنا كده هدي مثلا بسيط كده ايه يجي مؤلف موسيقي يألف مؤلفة من 6 مقاطع أو 6 أجزاء بس هو إيه ما يحددش الترتيب بتاعه هنبتدي بأي مقطوعة بالأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة ولا بالسادسة فيقول بنطلع على المسرح والعازفين قاعدين ونمسك الزهرة ونرميها ونشوف هيطلع رقم كام طلع رقم 2 هنبتدي بالمقطوعة رقم 2 طب بعديها هنعمل إيه يرمي الزهرة تاني يطلع رقم 6 يبقى بعد كده رقم 6 بعدين رقم 1 على حسب ده معناه إيه؟ معناه إن البرفورمانس او العرض اللي عمل النهارده كان مسيطر عليه او متنظم من خلال الحظ او اللحظه بتاعه النهارده واحنا كلنا قاعدين مع بعض والزهره قالت ايه بالترتيب ده لما نيجي نعمل نفس المؤلفه دي في مكان تاني او في حفله تانية او حتى في نفس المكان نكررها تاني ترتيب الزهره هيطلع مختلف فبالتالي ترتيب المؤلفات ورا بعض هيطلع مختلف برضه ده معناه ان المؤلفه الموسيقيه كل مره بتتعزف بيبقى ليها شكل خاص مختلف مش مبني فقط على رؤيه المؤلف الموسيقي لكن مبني برضو على حاجات اخرى عوامل اخرى اللي هي الحظ اللي هي اللحظه اللي احنا مع بعض فيها بنستمع للعمل الموسيقي دي نقطه مهمه جدا اللي هي ارتباط الموسيقى بالمستمع باللحظه اللي احنا بنسمع فيها الموسيقى دي نقطه مهمه جدا يعني لما نسمع الموسيقى دي واحنا قاعدين في البيت في اسطوانه السي دي غير لما نكون قاعدين مع بعض النهارده بنسمعها لايف تفرق جامد ف عنصر مهم جدا هو الموسيقى وهي تعرف اللحظه اللي بتقدم فيها هذه الموسيقى وتاثيرها على الجمهور وتاثيرها على العازفين في نفس الوقت. ودي النقطه اللي بتركز عليها حاجه اسمها الموسيقى العفويه. يعني انا مهتم شويه من ناحيه ان هي ايه اللي حصل قبل كده يعني مش بس يعني انت اشرت للكلام في الكلام دوت الشرط الفني التشكيلي فعشان كده انا عايز ارجع للحته ديت الفن التشكيلي. يعني هو في سؤال عامة كده الواحد ممكن في الإنسان أي إنسان في مقابل العمل الفني هل الإحساس اللي احنا اللي بينبع أو بيحصل جوه مننا لما بنشوف صورة أو بنشوف تمثال أو بنسمع عمل موسيقي هل الإحساس ده كامل جوه العمل الفني ولا الإحساس ده حاجة بتاعتنا احنا اللي بنحس بنصبغها على العمل الفني دوت فمن هنا هوت الواحد بيبتدي يفكر في هل يعني هل لو فكرنا دي كويس هل العمل الفني هو قالب جامد في التاريخ في الزمن يعني هو شكل زيه زي مع ان التمثال حتى احنا مش جامد في الزمن لان التمثال لما تبص عليه من زوايا مختلفه هتبتدي تلاقي ان هو موبايل يعني متحرك مش ثابت في الزمن فهل العمل الفني حاجه ثابته في الزمن ولا حاجه متغيره وهي اذا كانت متغيره هل هي متغيره بناء على نظره المتلقي او بناء على اللي بيتفرج على العمل الفني او بيستمع للعمل الفني ولا بناء على عوامل ثانيه اخرى؟ فمتهيألي اهم حاجه في الموسيقى العفويه ان هو ابتدى يخلي العمل الفني ليه حياته الخاصه، العمل الفني ما بقاش عمل متحجر اذا كنا نقدر نقول ان هو عمل ثابت في الزمن لان دي حاجه ما نقدرش نقولها لان طبعا العمل الفني اصلا غير ثابت في الزمن. يعني بالنسبه لي انا في رايي الشخصي انا حسب المتلقي. فالحاجه اللي بيصبغوها بيضيفوها بالموسيقى العفويه ان هو خلى العمل الفني متغير لا يمكن العمل الفني هيتعزف مرتين بنفس الاسلوب. في كل تكرار للعمل الفني في عوامل كثيره بتتغير منها اساسا المؤدي دوت وهو جاي في السكه ممكن يكون عمل حادثه بالعربيه، خبط حد او خبط العربيه او الكعب اللي وقع. عنده صداع فكل ده هيأثر على طريقه الاداء اللي هو بيأدي بيها اي حاجه بقى يعني اي عوامل خارجيه هتأثر على كيفيه اداء الفنان
وبالتالي العمل الفني نفسه المؤدي المؤدي ولا المؤلف؟ لا انا بتكلم عن المؤدي ده غير المؤلف انا بتكلم عن المؤدي انا قلت لك بس عشان تبقى واضحه لنا كلنا فبالتالي العمل فالعمل الفني هيتغير طبقا للظروف اللي مر بيها المؤدي وهو جاي للحفله او ممكن يكون اساسا المؤدي دايما القائد لو كان عمل اوركسترالي فده هيطلع في كيفيه الاداء بتاعته لو كان المؤديين بيحبوا القائد هتلاقي العمل بيطلع حاجه جميله جدا دي حاجه بتاعت ربنا مش كده anyway لو رجعنا شويه نشوف بقى ازاي الموسيقى العفويه دي ظهرت بدايتها كانت امتى غير ان هي كانت موجوده في الفتره اللي هي الموسيقى النهضه في الموسيقى الكاثوليكيه في التشيرش يعني في موسيقى التشيرش لان كان الايقاع نفسه مش ثابت وكانت موجوده في الموسيقى الدايس اللي هي بتاعت موزارت هنلاقي ان بعد كده في بدايات القرن العشرين هتبتدي في محاولات حصلت فن تشكيل كتيره ادت الى ظهور الموسيقى العفويه في يعني موريس مارسيل دوشامب فنان رسام وكان اول حاجه يعني في فتره بدايه القرن العشرين ديت عمل لوحه كانت عباره عن هو خد ثلاث خيوط ومن ارتفاع مثلا زي كذا متر وحط الكنفاس تحت اللي هيرسم عليها ورمى الخيوط من فوق على بعد عده امتار وحسب ما نزلوا رزات ابتدى يلزق الخيوط ديت على الكنفاس وبعد كده جاب حط ازاز ليها وابتدى ان هو جاب بعد كده زي ستيكس خشب حاجات حتت خشب وراح برده رماها وعطرها عليها ولزق الحاجات ديت وابتدى هنا دلوقتي احنا عندنا عفويه ازاي العمل الفني تكون عن طريق الصدفه ان هو حاجات بتترمي وحسب ما بتنزل بيتلزق وهو ده العمل الفني فمن هنا في حته ان في عفويه في طريقه الابداع في نقطه كمان في مفهوم العفويه برضو لطيف هو بيعلم الانسان ازاي يتقبل او ازاي يشوف ما يفرضه عليه القدر بمعنى يعني مثلا زمان واحنا صغيرين كنا بنلعب لعبه لطيفه جدا ايه تمسك القلم وتشخبط شخبطه اي حاجه دي عفويه ملهاش اي معنى لكن بيجي بعد كده الواحد يبص على الشخبطه دي ويحاول يكمل عليها ويطلع بصوره يكمل يعمل ابداع فبالتالي هي عمليه ان انت قدامك حاجه من صنع الطبيعه مش بتدخل البشر وانت بتحاولي تكملي عليها علشان تخلقي حاجه تشوفي فيها الجمال وهو فكره برضه انك تشوفي الجمال في ربنا هو موجود حواليك سواء كان في الفن التشكيلي او في اي مكان او حتى في مفهوم الحياه بصفه عامه فهي دي برضه كانت في الفن التشكيلي ان هو بيرمي ثلاث خيوط كده زي ما وقعوا بدل ما انا اقعد اتفلسف اقول اجيبها يمين ولا شمال ولا احطها تحت ولا فوق طب وزي ما وقعت بس انا احاول اشوف الجمال فين واكمل عليها وابني على الجمال بتاع الطبيعه مظبوط عايز بعد ايه اتفضل عايز اضيف حاجه يمكن مش واضحه لنا العفويه في الموسيقى مش في الاداء وانا على المسرح يعني المؤلف قبل ما يجي فكره العفويه موجوده عنده انا بسال مش باشرح فكره العفويه عنده هي متحضره عنده فكرته في البيت قبل ما يجي لكن ما جابهاش على المسرح وقال للموسيقي او الفنان اللي هيأدي اعمل يبقى المؤلف موجود فين؟ فالمؤلف دي بس اللي عايز حضراتكم تقولنا عليها ان هو عنده فكره عن الشكل هو عمل فكره وساب العفويه تكمل الشكل اللي هو في دماغه لان هو فكر مظبوط لو سمحتوا تاخدوا اللي فيه عشان ما نبقاش فاهمين غلط بس لو هرجع تاني للمثل بتاع ثلاث خيوط دول انا كفنان تشكيلي انا هختار ثلاث خيوط لان الثلاثه رقم الثلاثه ليه معنى معين عندي هو هدف الرساله بتاعتي او العمل الفني وهختار الالوان بتاعتهم هاجي بس في العنصر اللي هو مكانهم فين على اللوحه دوت هسيبه للعفويه بحيث ان انا في تفكيري عارف ان مهما كان مكانهم اتغير ده مش هيأثر على الرساله بتاعت العمل الفني بتاعي فالمؤلف الموسيقي برضه بيحط عنده فكره للعمل بتاعه ومتخيل العفويه ممكن تغير فيه لدرجه ايه بحيث ان هو ما يخرجش عن النطاق اللي هو عايز يعمله يعني. لكن هو بيبقى محدد حاجات كتير جدا وحاجات معينه سايب لها مبدا العفويه بحيث ان هي برضه مهما اتغيرت هتكون في نطاق الرساله اللي هو عايز يقولها في العمل بتاعه. اتفضل.
في حاجه مثلا يعني احنا لو حبينا نقارن مجرد للتقريب ما بين فكره الارتجالات في الموسيقى العربيه وفكره الموسيقى العفويه، يعني ما هنا في ارتجالات ودي ما اعرفش احنا بنحاول نشوف يعني ف مع ان يعني الارتجالات انا طبعا مش متخصص في الموسيقى العربيه بس بيبقى في تتابع معين من المقامات، بيبقى اللي بيأدي الارتجالات ملتزم بيه، عارف ان هو ما يقول النهاوند، عارف ان هو هيحول المقام اللي بعد كده من جنس الفرع اللي بيوديه على كذا، ففي سيكونس، في تتابع معين من المقامات بيلف حواليه، ففي خريطه، في خريطه كبيره كده هو ماشي فيها في الارتجالات. بس الديتيلز اللي جوه بقى هي ديت اللي مش ما بتبانش للمؤدي غير لما يبتدي، لو كان عود ما اعرفش ايه، لو كان يبتدي يعود هيبتدي يلاقي نفسه، هيلاقي في نموذج لحن معين هيأثر عليه، هيبتدي يستخدمه في الارتجال بتاعه، هيبتدي يحول بيه المقامات الثانيه وهكذا، هتنشأ الارتجاله في لحظتها. فهنا هو بيدور في لحظتها على الحاجه اللي هو هيعملها. لكن في الموسيقى العفوية المؤلف بيبتدي بفكرة موجودة عنده أو في الأول. طبعا في أشكال كتيرة هنتكلم عليها في الموسيقى العفوية، يمكن مش مكانها في اللحظة الحالية دلوقتي، بس بيبقى في فكر معين المؤلف بيبتدي يحطه على الورق، والفكر دوت بيبتدي يكتب إيضاحات ليه إزاي يمكن تنفيذه، بمعنى ان هو ممكن يحط الزمن التقريبي لجزء من الموسيقى بدل ما يحطه بايقاعات زي ما احنا عارفين النوار والروند والكلام دوت، بيحطه في زمن الساعه اللي هو بالثواني وبالدقائق. ففي الحاله ديت العلاقات ما بين النغمات تضيع، مش عارف بالعربي خلاص بقى، ابتدت تضيع، ما بقاش فيه الترابط اللي موجود بالنسبه لو الحاجه مكتوبه بالاشكال الايقاعيه بقى تقريبيه. في اشكال كتيره انا مش عايز اخش عليها دلوقتي، لان انا شايف ان في ثلاث اشكال اساسيه للموسيقى العفويه، يعني هي الموسيقى العفويه ليها ثلاث مسميات لازم الواحد يفكر فيهم، وايه الفرق ما بين دوت ودوت ودوت. ففي عندنا تشانس ميوزك، وفي عندنا حاجه اسمها الياتوريك ميوزك، في عندنا انترمنسي، يعني في هم كلهم هيترجموا موسيقى الصدفه، الموسيقى العفويه، والموسيقى غير محدده، يعني الثلاث تعريفات. فالتشانس ميوزك ديت اللي هي هنا في سيستم المؤلف بيستخدمه، بس السيستم دوت مش لازم يكون سيستم موسيقي خالص، ليس له علاقه بالموسيقى، بس لكن في سيستم هو ماشي عليه. فمثلا لو خدنا اقرب مثل موجود في دماغي دلوقتي، جون كيج في استخدامه للزهر. فجون كيج مثلا كان ممكن ان هو المؤلفه بتاعته تكون قايمه على ان هو بيمسك دول زهر في ايده ويرميهم، وحسب الرقم طبعا النغمات الموسيقيه كل نغمه ليها رقم، وبيرمي الزهر وحسب الرقم اللي بيطلع بيبقى هو النغمه المقابله ليه، وهو عامل السيستم ده لكل شكل، لكل حاجه، للايقاع، للداينامكس، للاكسبريشن، لكل حاجه، حتى التيمبو ساعات بيبقى محطوط له برضه نفس الفكره. فهنا دي لازم تبقى ماسكه الصدفه، لان هنا مفيش اي حاجه هو كنترول فيها غير السيستم اللي هو حاطه قبل ما يبتدي، اللي هو ادوه مثلا رقم واحد، الري رقم اثنين كده، ده السيستم بتاعه. لكن ما عدا ذلك هو نوز، يعني اللي هيطلع محدش يعرف. فدي هي دي الموسيقى الصفرة. الموسيقى العفويه مختلفه شويه عن كده اهو. في الموسيقى العفويه بيبقى في عنصر، ممكن مؤلف يسيب عنصر من العناصر الموسيقيه اللي انا ذكرتها قبل كده، مثلا كان الايقاع او الطبقه او الداينامكس او العناصر الموسيقيه، يسيب عنصر او عنصرين او ثلاثه لحريه الاداء للمؤدي، ان هو المؤدي يشوفها بطريقته في اللحظه دي، بس مش زي ما هو عايز، لا، بيبقى في اطار عام المؤدي بيتبعه. فمثلا بيبقى حاطط له ان انا عايزك تقول النغمه ديت مثلا لمده 10 ثواني، عايزك تلعب حوالين النغمه ديت، وممكن يحط له تقريبيا النغمات اللي هو عايزها حواليه،
حوالين النغمه ديت لمده 10 ثواني او ايا كان. او ممكن ان هو يكون مش 10 ثواني تكون الكيو بتاع الكوندكتور، الكوندكتور هيقول لك هنا خش او هنا اقف. فبيبقى في عناصر ثانيه خارجيه غير اللي مكتوب بالنسبه للمؤدي، يعني طبعا مكتوبه في السكور في المدونه الموسيقيه نفسها، بس هي اللي بتتحكم في امتى وازاي وليه الكلام والحاجات دي. النوع الثالث اللي هو الانترنسي اللي هو الموسيقى الغير محدده، دي اللي هي ظهرت مع تقريبا في نص 1950 نص القرن العشرين، ديت اللي هي استخدمت الجرافيك نوتيشن اللي هي علامات التدوين الغير تقليديه هنا هوت المؤلف ما بقاش يكتب اشكال ايقاعيه زي ما احنا عارفينها، بقى ممكن يكتب نغم، يعني يعمل يرسم النغمه في شكل روند ويعمل خط مستمر، الخط ده معناه العب النغمه ديت لغايه ما الخط ده يتقطع، او يعمل له كيرف على المدرج وده معناه العب اللي انت عايزه في الفتره ديت. هنا مش ما فيش حاجه محدده، مجرد ارتجل في الفتره ديت. برضه فيها الجزء في الموسيقى اللي هي الاندترمنسي اللي هو الموسيقى عباره عن بلوكات، يعني نفترض لو خدنا سوناتا فورم هنلاقي فيه العرض العرض الموضوع الاول الثاني التفاعل اعاده العرض هكذا. فهنا عندنا في بلوكات اهيت، البلوكات ديت ممكن تكون متحركه مش ثابته زي ما هي، بمعنى ان نفترض ان في ثلاث عازفين هم عندهم الخمس بلوكات وكل بلوك مترقم برقم 1 2 3 4 5. اول مره المؤلف بيقول له العبهم كلهم في السيكونس في طريقه التابع اللي موجوده عندك. ثاني مره يقول كل واحد يختار الرقم اللي هو عايزه ويلعبه. فدلوقتي الناتج الصوتي مش محسوب لان محدش يعرف الاولين هيلعب رقم 2 ولا ده هيلعب رقم 5 ولا ده هيلعب رقم 4. هنا هو ابتدى نحصل حاجه جديده بتتخلق في لحظتها مش محدده، بس لازم نعرف برضه ان المؤلف حاسبها لدرجه تقليديه كبيره. ممكن اضيف حاجه بعد كده. اللي بيوجه ده اكتر، يعني احنا جربنا الموسيقى دي، انا بتكلم هم بيتكلموا كمؤلفين وكاساتذه في هذا المجال، احنا بنتكلم كعازفين. وقت الاداء في المسرح، يعني كل واحد فينا هيعزف عمل مثلا النهارده غير ما عزفته من سنه فاتت او من سنتين، غير ما عزفه بعد كده. الجمهور الموجود والاكوستيك الموجود والحاله اللي انا فيها زي ما اضافوا قبل كده وقالوا ليها تاثير عليا. فالاعمال اللي زي دي بالظبط احنا مش داخلين مش متفقين هلعب نمره 1 وبعدين نمره 5 وبعدين نمره 4 وبعدين نمره 3. رد فعل الجمهور لدرجه ان رد فعل ساعات بيكون الاكوستيك بتاعي انا رد فعل ادائي، لو انا كنت مثلا بشكل انفعالي قوي فبلاقي ان هو الانسب ان انا العب نمره 5 مش نمره 4 زي ما كنت انا في خيالي. ده اللي كنت عايز اضيفه على كلام دكتور احمد، ان هو ساعات بيكون دي متوقف على عناصر كتير قوي، منها الاكوستيك، منها احساسي انا، ممكن ادائي زي ما دكتور احمد قال في الاول، ممكن اكون انا جاي بحاله نفسيه مراتي منكده عليا فشكلي ما هوش عاطفي او موسيقي. ما تسترسلوش في النقطه دي كتير، ما تبقاش يعني مخي عقلاني اكتر او مزاجي عقلاني مش عاطفي. ده اللي كنت عايز اضيفه على كلام الدكتور احمد، ان هو يعني بتبقى في وحي اللحظه لدرجه انها ساعات بتبقى وحي الاكوستيك اللي انا بلعب بيه. مش عارف، انا حضرتك بتتكلم جت في دماغي مش عارف ايه، ام كلثوم كانت تيجي في حته معينه وتقعد تعيد وتزيد فيها وتبتدي تعمل عرب ومش عارف ايه، بيبقى تجاوب مع الجمهور، يعني النتيجه اللي تجاوب مع الجمهور. وطبعا كمان عشان الموسيقى بتاعت ام كلثوم كانت محفوظه مش مكتوبه، يعني كانوا بيعملوا بروفات بالشهرين وثلاثه وداخلين هم بيعيشوا. معلش أيوة. انا مش قصدي اتكلم بس هو حضرتك قلت في النقطه دي، فعشان كده عايز اجيب عليه. كانوا بيقعدوا المشكلين دول، يعني احنا عشناهم.